أريد لو سمحتي أن أبدأ من الخبر الآن. كانت القوات الأوكرانية قد أعلنت أنها قامت بتفجير 4 دبابات تابعة للجيش الروسي، بالإضافة إلى سقوط قتلى من الجيش الروسي نحو 50 قتيل، ولكن حتى الآن الدفاع الروسي لم تقوم بنفي أو تأكيد هذا الخبر. أما من الناحية السياسية، روسيا قد أعلن الرئيس اليوم بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، معتبرا أن هذه العملية هي من أجل تحقيق الاستقرار في دونباس، وأنها ستكون فقط في دونباس. بالطبع حتى الآن لم يكن هناك مواقف أخرى تختلف عن ما قاله الرئيس، الجميع يجمع على أن هذه العملية فقط تستهدف فقط منطقة دونباس، إقليمي دونيتسك ولوغانسك الذي اعترف بهما الرئيس باستقلالهما. طبعا ما شاهدناه عبر الصور التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي وما أعلنها الجانب الأوكراني، طبعا أن الجيش الروسي منذ بداية العملية قام باستهداف مواقع تجمع لمستودعات عسكرية أوكرانية في مختلف المدن الأوكرانية، بالإضافة إلى ذلك قام بإسكات جميع مواقع الدفاع الجوي لدى أوكرانيا.